الشفاقة ستواصل في كامل البلديات لليوم الثامن على التوالي، وأهالي معتمدات عقارب متمسكين اليوم بحقهم في بيئة سليمة، في حقهم أنه ما عادش تتم معناتها إضافة كميات جديدة من الفضلات إلى مصب الجنة. والبلديات يقول لك احنا عنا اتفاق حتى شهر ديسمبر 2021، تم التوصل الى اتفاق مع انه اهالي عقارب باش يقعدوا متمسكين بهذا الحق وباش يقعدوا في هذا القرار. باش نحكيو في الموضوع حاليا ناخذوا بعضنا في المباشر الناشط في المجتمع المدني، احد ابناء مدينه عقارب والناشط في حراك مانيش مصب، سي شكري البحري. مساء الفل ومرحبا بك. مرحبا بكم، شنو احوالكم؟ الحمد لله، شنو احوالكم انتوما؟ مرحبا بالتقديم اللي عملته، سامحني. عليه. فهمت؟ على خاطر تحكي انت تقول 8 أيام على التوالي والازمه في صفاقس كذا، واحنا عندنا 14 سنه على التوالي ونعانيوا في الازمات في المفضلات بكل انواعها، الفضلات المنزليه والفضلات الاستشفائيه تردمت في اراضينا، تخلل المصب على 5 سنوات نلقاوها تو خذا 14 سنه. دونك قبل ما نبدا وقبل ما نحكي على ما نقولش الازمه، نقول انا الازمه اللي حطوا فيها رؤساء البلديات وعلى راسهم منير اللومي، السيد منير اللومي رئيس بلديه صفاقس، هو اللي حط روحه في الازمه مش احنا. واثنين الوكاله اللاوطنيه للارهاب البيئي والتصرف في النفايات هي اللي حطت الازمه. اولا احنا عندنا قرار او قرار بلدي بغلق فوري المصب. اثنين عندنا حكم محكمات قرار قضائي. دونك هذا تجاوزناه عمناول وعملنا اتفاق جديد، قلنا اوكي نعطوكم فرصه اخيره لسنه، كان سنه ونص عام ونص لديسمبر 2021 باش انتم تشوفوا حلول على النفايات هذوما، وكل واحد وكل بلديه تحل الروحة او تتصرف في النفايات نتاعها. دونك ما رحنا اللي قبل وبالله نحب نسلح على منير اللومي ونسلح للناس ونقول لهم اللي راهو من عام 2018 يعرف سي منير وتعرف بلديه صفاقس والبلديات المجاوره اللي راهو هالخانه هذه راهي مشطوفه في جوان 2021، نعرفوها الحكايه. دونك والناس ما حضرتش روح، ما حضرتش حتى بديل، والناس ما تخدمش على روح. شنو قاعد يعمل سيد منير اللومي في بلديه صفاقس في اقصى درجات ولا اول درجات الحق الانساني، الحق في بيئه سليمه. دونك احنا ديما نقولوا احنا ولاد ريف وكلنا ولاد صفاقس، لكن احنا ديما نقولوا شخصيه بكلمتنا وبرجوليتنا وبنسانا ورجالنا، قلنا احنا مكملين حتى 2021. للاسف ما فماش حتى البنود اللي اتفقنا فيهم ما تمش تفعيلهم وتجاوزنا على ذلك، بما انه الكورونا وما ادراك من الكورونا اللي فضلتها تردمت في المصب وكشفناها اكثر من مره وفي اكثر من قضيه، وكان تبع البرامج التلفزيونيه وتبع الصحافه الوطنيه والعالميه تو تعرف الانهيار نتاع المنظومه الصحيه في عقارب لمده 14 سنه، اللي الكونسير والامراض التنفسيه والعقم وكل الامراض اللي عانوا فيها والناس وضحينا بصغيراتنا ودنوراتنا، وكل مره تسمعوا ثم بنيه ولا وليد هو توفى هو ضربوا كونسير هو ضربوا وشوشه يموت هو كذا. دونك الناس هذوما عانوا فلتوا. دونك تجي الوكاله قبل في قبل جمعه تقول راهو مسبب النفايات بعقارب صحيح الطاقة القصوى للخانات وفات ووصلت للحد الأقصى نتاعها، هي وين مش يطيشوا الزبلة. لازم يعملوا تهيئة، دونك تهيئة باش يعملوا خانة جديدة، خانة جديدة تتكلف 1,500,000 وتتكلف زمنيا شهر ونص، دونك وين مش يحطوا الزبلة؟ مش يحطوها في كروسنا؟ يدخلوها لديارنا؟ حاشاكم أكيد. يزيدوا يسمموا مانا، يزيدوا يسمموا هوانا، يزيدوا يسمموا اراضينا، يزيدوا يسمموا. بالنسبه لكم انتم سي شكري انه اليوم على البلديات انه تتحمل مسؤوليتها، لا مجال لاضافه حتى يوم وحيد في مصب الجنه. احنا ديما نكون اصحاب كلبه، احنا متفاهمين ديسمبر 21، لكن الوكاله قالت راهو المصب تعب خاناته فاتت تعبها، ومش يحطوا زبله. ومش يحطوها. قول لي وين مش يحطوها. وعلى هذا الاساس اتفقنا وحلينا البيبان وعملنا خيوط جديده، قلنا اوكي باه يا سيدي تتعهدوا لنا ديسمبر يوفى كل شيء وتشوفوا حلول، وتتعهدوا لنا
باللي ما تعملوش خانه بين الخانات. مليار ونص في فساد، معناها تصور انت مش يخسروا مليار ونص ويقعدوا يعملوا المشروع هذا شهر ونص باش يتكلوا شهر ونص، مش حرام هذايا؟ هو يعطوها البلديه تتصرف. اثنين، والنقطه الثالثه مش الثانيه، الثالثه قلنا به احنا نجيبوا خبير، انتم مش تقدروا حل للتصرف في النفايات الوقتي لحد ثلاثة اشهر، نجيبوا خبير منا نحن في المنتدى ونخدموا معاه لثلاث سنوات. الخبراء نتاعنا جاوا اليوم وحللنا بيبان، ما رانا الا الوكاله الارهابيه للتصرف في النفايات وعلى راس الاستاذ وهذا الطبنسي، ما عادش يهمه في الارهاب البيئي ولا عنده زاد يمس ينش علينا في الخدامه ويقول لهم راهو انتم مش تخسروا خدمتكم وانتم مش واحنا لا مش هذايا. انا بالعكس احنا حتى الحلول نقترحوا في حلول ونقولوا لابد وسي منير اللومي ونقول له الحل شنو ينجم يعمل، ينجم يعمل بلاتفورم درجيل ويخدمها، ينجم يعمل فرد على مده ثلاث سنوات وينجم وهذايا البلديات الكلها صار لها تكوين في الجانب هذايا، لكن ما رانا للوكاله تحب تدخل العقاربه في بعضها وكانه احنا في العقاربه نحبوا نسكروا باش الخدامه يبطلوا بنخدمهم. واضح واضح واضح. الوكالات هذه البلديه نجم تنجم فيها العامل هذه. شكرا. كيفاش يتذكر بسرعه لانه عندي الاخبار بسرعه، تفضل. نقطه اخيره. تفضل. كيفاش يتذكر النسب يحب له 50 سنه استسلاح باش تصير الغازات والكل، دونك احنا خسرنا شبابنا وخسرنا نسانا وخسرنا صغيراتنا، لا سبيل لفتح المصب، لا سبيل لفتح رائحه الموت في عقارب. شكرا جزيلا، شكرا البحر اللي نشط في حراك، مانيش مصب. الاخبار تو سويت مع فؤاد مبارك. شكرا.